الغطس والسباحه بالنادي الاهلي. يا كابتن صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، نورنا. ومعانا هنا لحضرتك، تابعت الفقره من اولها. وخلينا كده في الاول ناخد رايك في هنا واداء هنا، واحنا كلنا طبعا فخورين بيها. اتفضل يا كابتن. لا، هنا طبعا من اللعيبه المميزه، اللاعبات المميزات عندنا في النادي الاهلي. انا حضرتها وهي عندها حوالي 8 سنين 9 سنين، انضمت للناشئين النادي الاهلي وتدرجت في صفوف النادي لحد ما وصلت وبقت بطله. حصلت على بطولات وحصلت على كاس احسن لعيبه وشرفتنا في بطوله ايندهوفن. كانت من اللعبات المميزات جدا هي وشهد، وعندي لسه تحت في بنت اسمها سما، وعندي لسه جيل طالع من تحت كويس جدا. بس هنا تعتبر من اللعبات الجيدات جدا. عندي مها محمد عبد السلام كانت وصلت للاولمبياد، يمكن هي مثل اعلى اعتقد هنا، وكلهم عندنا في النادي وربنا يكرمهم ان شاء الله كلهم يا رب ان شاء الله. كلمنا يا كابتن عن المواهب برضو اللي موجوده وازاي بننميها وازاي بيتم تشجيعها، يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. والله احنا بنهتم بالسن دوت من سن حوالي 5 سنين او 6 سنين بناخده. بنبتدي، اللي انت عارفه اللعبه دي برضو للناس اللي مش فاهماها او اللي ما تعرفش عنها حاجه، هي لعبه بتحتاج فاكسبيلتي شويه، مرونه. صحيح. ولازم تنميها من وهي البنت صغيره او الولد من هو صغير، ان ما نميهاش هتبقى مشكله جامده جدا. فاحنا بنعمل ده دلوقتي، بننمي المهاره دي دلوقتي. اهم حاجه عندي الفتنس والمرونه، وبعدين ببتدي ندخلهم سنه سنه على سلم الغطس، نبتدي نتمرنوا تمرينات بدائيه اللي هي الاساسيات بتاعه لعبه الغطس. وبعدين احنا مهتمين جدا جدا بالمرحله دي، لان احنا هو ده الاساس بتاع النادي. يعني ده الاساس اللي هيبقى لقدام. احنا قاعدين، احنا ماشيين، احنا عندنا لازم يبقى فيه لعيبه ولازم يبقى فيه مدربين على مستوى عالي. طيب عندنا الحمد لله. هل يا كابتن طارق في سن معين يعني خلاص ده بيكون السن المفروض فيه اللاعب او اللاعبه يعني بيعتزل بعدها، ولا السن ملوش علاقه؟ لا، السن ملوش علاقه، على قد مقدره اللاعب او اللاعبه في ان هو بيدي. خلي بالك برضو الالعاب الفرديه دي، وانس ولد او بنت ماشيين مركز اول، لو راح لمركز الثاني خلاص بيبطل. يعني دي ده عرف معروف في الالعاب الفرديه كلها، سواء سباحه سواء غطس سواء باليه سواء كاراتيه سواء الالعاب الفرديه كلها. تمام. دايما البطل نمره واحد، لو الدنيا قفلت معاه او حس ان هو رايح في حته ثانيه بيبطل. لكن طول ما هو قادر وطول ما هو بياخد بطولات هو مستمر، مالهاش دعوه بالسن خالص. يا كابتن، على صعيد الغطس تحديدا، طبعا بعد التحيه لحضرتك وصباح الفل عليك. صباح الفل يا فندم. احنا عندنا نموذج مشرف لبنوته لسه بتقول يا هادي في المشوار بتاعها، ومع هذا اللهم صل على النبي رصدت لنا بتاع 430 ميداليه برونزيه، 172 ميداليه ذهبيه. فالى اي حد احنا عندنا هذا النموذج المشرف متكرر؟ هل عندنا عدد كافي من اللاعبين واللاعبات في الرياضه دي بالتحديد نقدر نشوفهم ان شاء الله الفتره اللي جايه في الدورات الاولمبيه مثلا؟ وخصوصا يعني الرياضه دي يمكن على صعيد المشاهده في الدورات الاولمبيه ليها نسبه مشاهده عاليه جدا، فعندنا عدد كافي من الابطال والبطلات في السن الواعده دي يشرفونا في المستقبل ان شاء الله؟ بص حضرتك، رياضه النساء او السيدات بوجه عام في الرياضه المصريه مشكله. فان انت يبقى عندك كم من السيدات او كم من الناشئات او كم من البنات ان هو بيلعب، ده نجاح. ولما بنلاقي حد كويس احنا بنمسك فيه بايدينا واسناننا وبنقف وبندعمه كويس جدا جدا جدا، مش عايزين نفقد القصه دي. بنبتدي نحسن، بنعمل اقصى ما عندنا عشان نحسن مستوى البنت او الانسه. فهنتكلم على مستوى النادي الاهلي. مستوى النادي الاهلي كان عندي مها محمد عبد السلام، دي لعيبه دوليه ولعيبه اولمبيات ولعيبه كاس عالم وبطله بطله. بيجي الجيل اللي بعده هنا شهد، اتفضل حضرتك، مجهزينهم ومستمرين معاهم كويس جدا، وهم كمان مساعديننا كويس جدا بادائهم وبانتظامهم في التمرين وبتركيزهم، واخد بالك؟ فدي كمان حاجه مساعدانا كويس قوي. بعد هنا وبعد شهد في كمان اجيال كمان ثانيه طالعه، لحد 5 سنين و6 سنين احنا دلوقتي بنركز على البنات بطريقه جامده جدا عشان ناخد اكبر عدد، لان زي ما حضرتك عارف مش كلهم بيكملوا لحد النهايه معانا بطبيعه الحال. بس هنا بطله، شهد بطله، نهى محمد عبد السلام بطله، ان هم اولا مكملين لحد دلوقتي بمستوى راقي جدا، بمستوى عالي جدا، بميداليات ببطولات، فحاجه مشرفه وانا بتشرف بيهم وسعيد ان انا عاصرت الثلاث بنات دول تحديدا بالنادي الاهلي. احنا كمان بنتشرف بيهم حقيقي بجد. بنشكرك جدا كابتن طارق، شكرا لحضرتك.
يعني حاجه جميله والله جدا.